وهو فوق على البلكونة في الطابق الثالث، فعنده كلشن، كان معبي الكلشن بالذخيرة وراح عين عليه وأطلق عليه صلية من 9 طلقات أدت إلى وفاته بعد ما أنه فيه رصاصتين من هاي الصلية إجوا في الدماغ. مرحبا. في شاب كان يحب بنت تقرب له تقريبا، ولكن هذا الشاب إمكانياته المادية محدودة، فأبوها قال له أنا في إلي عمارة شركة فيها أنا وأخوي وبنتي، مسجل لها شقة إن شاء الله بس تتجوزوا بعطيكم الشقة تعيشوا فيها وهيك بكون وفرت عليكم. فعلا هذا الشاب هو بحب البنت هاي اللي بتقرب له كثير، اتجوزها، وبعد ما اتجوزها راحوا سكنوا بالشقة اللي تعود ملكيتها للزوجة، وأصلا هي هاي العمارة لوالد الزوجة وأخوه، وبالتالي كانوا أولاد عمها عايشين معها بنفس العمارة. المهم في واحد من أبناء عمها صار يكره زوجها كثير، صار بده إياه يطلع من العمارة بأي طريقة، خاصة أنه في خلافات ما بين الأبوين الكبار اللي هم أبو الزوجة وأخوه على العقار اللي تاع هاي العمارة. المهم في يوم من الأيام راح اشتكى عليه للمتصرف وقال إنه هذا بدايقني وبرمي نفاياته علي ومش عارف شو عن زوج هاي السيدة. المهم الضحية اللي هو زوج السيدة هاي راح برضو كمان اشتكى للمتصرف. بعدين إجا ابن عمها اللي ساكن في العمارة واللي بيكرهها وبيكره زوجها، راح اتهمه بإنه سرق من بيته أسطوانة غاز، ضل يتحاكم فترة، بعديها تم إعلان براءته. لما تم إعلان براءته هذاك فقد الأمل بأنه هذا الشخص اللي متزوج بنت عمه ممكن يطلع، فراح شو سوى القاتل؟ بلش يتحين الفرصة لقتل اللي هو زوج ابنة عمه اللي إجت عاشت معاه بنفس العمارة. كيف في يوم فكيف بالنهاية قتله؟ شافه وهو بالحديقة تبع العمارة بيمارس بعض الأعمال إلى علاقة في البيت، وهو فوق على البلكونة في الطابق الثالث، فعنده كلشن، كان معبي الكلشن بالذخيرة وراح عين عليه وأطلق عليه صلية من 9 طلقات أدت إلى وفاته بعد ما إنه فيه رصاصتين من هاي الصلية إجوا في الدماغ. المهم هو فايت بده يتخبى، الزوجة طلعت تشوف زوجها وتفاجأت إنه هذا زوجها مغارق بدمائه، طلعت فوق ولا ابن عمها بفوت جوا بيته من البلكون. المهم تبلغت الشرطة وتم إلقاء القبض على ابن العم وتم ضبط السلاح المستخدم وإرساله للمختبر الجنائي، تبين هو اللي أطلق فيه النار، والطلقات اللي ضبطت على مسرح الجريمة تعود لنفس الكلشن، والبصمات الموجودة على الكلشن تعود للقاتل. مش هون القصة، وجهوا للقاتل تهمة القتل العمد. طبعا يا إخوان تهمة القتل العمد عقوبتها الإعدام، واللي بثبت إنه في قتل عمد إنه في خلافات سابقة بين الطرفين اللي هم بين الضحية وما بين القاتل. المهم القاتل فاجأ المحكمة بأنه قدم تقرير طبي صادر عن المركز الوطني للطب النفسي يفيد بأنه هو يعاني من انفصام عقلي، وبالتالي لا يدرك كنة أفعاله، وكذلك أنه يصاب بهلوسات سمعية وبصرية، يعني بصير يتهيأ له أشياء ويسمع أصوات هي مش موجودة على أرض الواقع. هذا التقرير الطبي أرسلوا فيه القاتل على المركز الوطني للطب النفسي، وبالفعل تبين أنه يعاني من انفصام عقلي، وعلى ضوء ذلك قررت المحكمة إرساله إلى المركز الوطني للطب النفسي وعدم الإفراج عنه إلا بعد مرحلة الشفاء التام، وهيك أصدرت ستار على جريمة قتل بشعة. القاتل فيها كان لازم يأخذ إعدام، ولكن نتيجة إصابته بمرض عقلي خطير جدا يؤثر على سلامة الآخرين تم حجزه داخل المركز الوطني للطب النفسي لحين شفائه، وهيك أزل الستار على هذه القضية.